تحية طيبة. استمعوا لهذا الجزائري الذي يعترف بسرقة التراث المغربي، وكيأكد أن منذ الطفولة ديالو وفي ثمانينيات القرن الماضي ما عمرو سمع بشي حاجة سميتها الطاجين أو البراد، وهذه السرقة تنسحب على أشياء كثيرة وكثيرة جدا. أقسم لك بالله العلي العظيم ملي زدت حتى 88 والله ما عرفت طاجين. كنا نطيبوا ولكن طيبوا في البرقاوات، عندنا ماتيريال نطيبوا فيه، ولكن هاد الثقافة نتاع الطاجين البراد البراد حنا ما كناش نعرفوا البراد تاع اتاي لا تيغ هذاك ماشي ثقافتنا. انا كي كبرت ملي كبرت ماما وبويا وجدي وجداتي كنت نروح صغير عند جدي وجداتي كنت